لا تؤجل عمل اليوم. فريد يحب ركوب الدراجة وبناء خيمة يلعب فيها مع أصدقائه، ولكن عندما يحين الوقت ليرتب الفوضى التي أحدثها نجده يظهر الملل. لنراقب معا ماذا سيحصل. جيد، لنلتقي في الملعب. أراك لاحقا يا دبدب، إلى اللقاء. فريد، إلى أين أنت ذاهب؟ أنا سألعب مع دبدب. وهل نسيت إزالة الخيمة؟ لم أنس ذلك، لا تقلقي، سأزيلها يا أمي. ولما أخذت الخوذة؟ لأني سوف أركب الدراجة ولاحقا سأزيل الخيمة. لاحقا؟ وعدتني أمس بإزالتها. أعلم، ولكنني كنت أمس مع الأرنب نلعب بطيارتنا الورقية ولذلك لم أستطع. لو أزلتها بالأمس لما قلقت بسببها اليوم. لست قلقا بسببها، سأزيلها لاحقا. أتعلم يا بني، تأجيل الأعمال يصعب إنجازها فيما بعد لأنها تتراكم. ها؟ لم أفهم. حسنا، لنأخذ الحديقة مثلا. إن لم أقتلع الأعشاب الضارة وهي صغيرة فستكبر وتنتشر، وعندها سيصعب اقتلاعها. هذا يختص بالأعشاب الضارة يا أبي، أما خيمتي فلن تفعل شيئا. والآن هل أستطيع الذهاب؟ أرجوك، دبدب في انتظاري. حسنا، شكرا لك. ولكن ستزيل الخيمة اليوم. أنا أعدك. وستعيد كل ما في الخيمة إلى مكانه أيضا. حسنا يا أبي، سوف أفعل. آمل ألا ينظر فريد إلى الحديقة. لما؟ هناك أعشاب ضارة بهذا الطول. سأقتلعها لاحقا. مرة أخرى. أبي، ثقبت عجلة دراجتي. لا تقلق، سأقوم بإصلاحها. هل أحضرت الأدوات من عند القندس؟ كنت سأحضرها معي يوم الخميس بعد المدرسة، لكن الثعلب طلب إلي اللعب معه. إنه تسرب قليل، ضخ في العجلة بعض الهواء كما علمتك كي تخدمك مؤقتا. نعم، وغدا أحضر الأدوات. أبي، أبي. أنا هنا. أين وضعت مضخة الهواء؟ أنا لم أجدها. في آخر مرة رأيتها كانت تحت الشجرة الكبيرة، وطلبت إليك إعادتها إلى كوخ الأدوات، فقلت إنك ستفعل لاحقا. نعم، لا تقلق، سوف أعيدها إلى الكوخ عندما أنتهي منها. مشكلة، كان علي إعادتها إلى الكوخ قبل أن تغطيها أوراق الأشجار. والآن كيف سأجدها؟ ها؟ خطرت لي فكرة رائعة. ها هي. هذه ليست المجرفة. لابد أنها في مكان ما هنا. فريد، ألم تذهب لركوب الدراجة بعد؟ لم أجد المجرفة حتى الآن. ستركب على المجرفة؟ ها؟ لا، بل أريدها لأجد المضخة. فريد، ألا تذكر أنك استخدمتها لتسند سقف خيمتك؟ صحيح، شكراً لك.
لم لا تفرغ الخيمة من محتوياتها؟ سأفرغها لاحقا يا أمي، أما الآن فأنا أريد المجرفة. والآن أخرجي. الآن يمكنني إبعاد الأوراق. ها؟ لا. ما الذي أخره؟ لن أنتظره في الملعب طول النهار. فريد؟ سأخرجك شئت أم أبيت. مشكلة، يبدو أنه في مأزق. تماسك يا فريد، أنا قادر، لا تقلق. سأخرجك، لا تقلق. دبدب؟ ما الذي تفعله يا دبدب؟ أنقذك. من ماذا؟ كل ما أريده هو المجرفة. ها هي. إنها تحتاج إلى الإنقاذ. علي أن أنسى أمر ركوب الدراجة. ولماذا تريد المجرفة؟ أريدها لكي أجرف أوراق الأشجار لأجد مضخة الهواء، كي أضخ الهواء في عجلة الدراجة لأستطيع ركوبها. آسف يا دبدب، لن أستطيع الذهاب معك لركوب الدراجة، لنؤجل ذلك. حسناً، ما رأيك أن تأتي معي إلى المنزل وتستخدم مضختنا؟ صحيح، كيف لم يخطر لي ذلك؟ هيا بنا. هل ستترك حاجاتك يا فريد؟ ألن تضعها في الداخل؟ فيما بعد. حسناً. هيا يا فريد، هيا هيا، أسرع. انتظرني يا دبدب. هيا هيا. ما رأيك أن نمشي؟ إذا جرينا سنصل بسرعة. هيا يا صديقي، هيا. أسرع يا فريد، هيا أسرع، هيا هيا. دبدب انتظرني. هيا فريد أسرع. هكذا إذن. يا إلهي، إنها ألعابي. أتحتاج إلى المساعدة أم أنك تبحث عن المجرفة؟ فريد، انظر ماذا وجدت، انظر. ليس علينا الذهاب إلى منزلي، سنضخ الهواء في العجلة هنا. ألا يمكننا ركوب الدراجة لاحقا؟ ولما لاحقا؟ لأنه يجب علي إزالة الخيمة. ها؟ لو أنني استمعت إلى كلام أمي وأبي لما كنت رأيت هذا المنظر المؤسف هنا. الآن علي العمل عدة ساعات. لا تقلق، سأساعدك. حقا؟ هيا بنا نبدأ العمل، هيا. ماذا كنت سأفعل من دونك يا صديقي؟ اقتلاعها صعب جدا، لا أصدق أن لهذه النبتة هذه الجذور. لو أنك اقتلعت الأعشاب الضارة وهي صغيرة لما كلفتك هذا الجهد. لقد أنا نعم. مرحبا أمي، مرحبا. أين كنت؟ قدنا دراجتين أنا ودبدب حتى أطراف الغابة. أليس رائعا أن تتنزه وقد أنجزت واجباتك؟ بلى، وقد ذهبت إلى منزل القندس فأصلح لي والده عجلة الدراجة.
أبي، عليك أن تجمع تلك الأوراق في أكياس كي لا تبعثرها الرياح. ألا يمكنني القيام بذلك لاحقاً؟ أرجوكما. أبي. فريد يصنع الكعك. فريد يساعد أمه على أعمال المنزل، ولكن عندما يستدعيه أصدقاؤه للعب معهم يسرع إليهم ولا يراعي شعور أمه. واليوم سيتعلم فريد أن يحترم مشاعر الآخرين وألا يكون فظاً معهم. لا شك أنني اقتربت الآن، صحيح؟ لست قريباً. لست قريباً؟ أين خبأتها؟ على كوكب آخر؟ صحيح، بحثنا عن ثمرة البلوط في كل مكان نعرفه. لا أظن، فقد وضعتها في مكان لن يخطر على بال أحد. أين؟ أين؟ وضعتها، خمنوا. هيا يا ثعلب، قل لنا، فلم تعد اللعبة ممتعة. لقد تعبنا من البحث. لقد مللنا. استغرقت وقتا طويلا. استسلمتم؟ نعم. سأريكم مكانها. حسنا، إنها هنا، داخل هذه الصخرة. يها. هي. ما هذا؟ غشاش، خدعتنا. من حقي إخفاؤها في أي مكان. قلت إني بعيدا مع أني كنت قريبا. نعم، وأنا أيضا. كنت تخدعنا. إذن فربما أخطأت التقدير. لست صادقا. صحيح، عليك أن تقول الحقيقة حين تجيب عن أي سؤال، فهمت؟ أنا آسف، لم أقصد إفساد اللعبة. هل نتابع؟ سوف نتابع، ولكن شرط ألا تخدعنا. وعد مني، سأقول الحقيقة. ستقول الحقيقة، تذكر ذلك. والآن قل لي يا صديقي الثعلب، هل كتبت واجباتك المدرسية اليوم قبل أن تأتي للعب معنا هنا؟ أنا لذيذ جدا، ولكن ينقصه شيء ما. ترى ما هو يا أمي؟ سنرى. طحين وسكر وبيض وخميرة. عرفت. نسينا وضع مسحوق الزنجبيل. خذ أيها الطاهي ورش عليها 3 رشات. ثلاث رشات تجعل طعم الكعك أفضل، أما 4 فستجعله أفضل بكثير. بعد إضافة الزنجبيل حرك العجين كي يختلط معه. حسناً. وهذه أيضاً. لحظة، لم أضع له العين الأخرى. لقد ظننتها تغمز. لا. لن يصدق أصدقائي أنني أنا من صنع هذا الكعك. والآن يا فريد، هيا إلى الحمام، نظف نفسك. سأفتح أنا. دب دب. مرحبا. فريد، هل تثلج عندكم؟ لا، كنت أساعد أمي على صنع الكعك، وعندما ينضج سأدعك تتذوقه يا دبدب. شكرا لك، أنت لطيف. صنعت شيئا. إنه لك، أرجو أن يعجبك. لي أنا؟ شكرا لك. لم يساعدني أحد على صنعه. انظر ما أجمل ديلة، ما رأيك؟ لقد... أليس هذا أجمل شيء صنعته؟ لا أظن أن هذا أجمل شيء صنعته. ماذا تقصد؟ قصدي
أظن أن العجلات ليست ثابتة والمنقار ليس ملتصقا جيدا، ربما يحتاج إلى بعض الغراء وأيضا الريش. إذن لم يعجب. لا، لم أقصد هذا يا دبدب، ولكنك أنت من سألني رأيي فيه وقلت. إذا كان لا يعجبك فرمه ولا تتردد في ذلك أبدا. ولكن يا دبدب، إن سألك أحد سؤالا فعليك أن تجيبه بكل صراحة، أتذكر؟ طائر جميل جدا. نعم، أظن ذلك، إنه من دبدب. أمي، أليس علينا أن نجيب بصدق عن أي سؤال؟ بلى، على المرء أن يكون صادقا دائما. وهذا هو رأيي أيضا. رائحته شهية، لا شك أن أصدقائك سيحبونه. نعم، سيفاجؤون كثيرا. هيا تذوق. لا وقت لدي، سوف آخذه إلى الحصن قبل أن يبرد. إلى اللقاء يا أمي. إلى اللقاء. أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. رائع، وصلت إلى السلم الكبير، والآن سأصعد. أها، وأخيرا وصلت إلى القمة. مرحبا، كيف حالكم يا من في الأسفل؟ ما بكم يا شباب، ألا تستمتعون باللعب معي؟ دور من الآن؟ أنا. حسنا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. رائع، وصلت إلى السلم الكبير، والآن سأصعد عاليا عاليا إلى القمة. حسنا، ما رأيك فيما فعلت؟ لن تفوز علي مهما فعلت، هل تفهم؟ مرحبا، أحضرت لكم شيئا. ماذا أحضرت؟ الكعك. الكعك؟ رائع. شكرا. شكرا لك. هذا رائع، كعك السلاحف. أحضرت الكثير منه. حتما ستحبونه. لذيذ. ما الأمر؟ إن طعمه مريع، لم أتذوق مثل هذا الكعك. إنه حار جدا، من أين حصلت عليه يا فريد؟ أنا صنعته، قالوا إن طعم الكعك مريع جدا. حقا؟ ألم يقولوا شيئا لطيفا عنه؟ بلى، بعد أن علموا بأني من صنعته، ولكن الوقت فات لأنني غادرت. تذوقيه يا أمي. تذوق واحدة يا أبي. حسنا، ما رأيك؟ إنه مر. مر، فيه الكثير من الزنجبيل. ولكن أليس لذيذا؟ لم لا تجرب قطعة وتعطينا رأيك في طعمها؟ كم رشة من الزنجبيل وضعت؟ أربع رشات، لكن الأخيرة كانت كبيرة جدا. لقد كان أصدقائي على حق. الرأي الصريح يجرح المشاعر أحيانا يا عزيزي. نعم، لذلك عليك أن تنتقي ألفاظا لطيفة حين تبدي رأيك في شيء. هذا صحيح، أتذكر هدية خالتك لأمك؟ هدية مضحكة. لا، ليست مضحكة. أمك تصف تلك الهدية وصفا مختلفا. أنا أسميها المميزة. يام يام، طازجة. نعم، هناك كثير من الألفاظ الجميلة تقال. كان لطفا من خالتك أن تهديني إياها. أجل، ولطف من دبدب أن يصنع لي شيئا.
ما الأمر يا بني؟ لا شيء، أنا لن أتأخر يا أمي. انظر يا دبدب، إنه يصدر صوتا جميلا حين تحركه، والأجنحة تتحرك كأجنحة طائر حقيقي. عندما نقوم بإصلاحه سيغدو رائعا. ظننت أنه لم يعجبك. سامحني، أنا آسف، لم أقصد أن أجرح مشاعرك. سامحتك يا صديقي. أظن أنه مضحك. لا يهمني ذلك، فهو يعجبني حقا. وكعكك يعجبني. صحيح أن طعمه مختلف عن طعم كعك الزنجبيل، ولكنه لذيذ. شكرا يا صديقي.